إيني ستوديو. حلقة جديدة لميني ستوديو بلشت. كيفك دومينيك؟ تمام. في انرجي اليوم لا؟ اكيد. وفي فقرات كثير كمان اليوم بحلقتنا. رح نبلش على السريع باول فقرة او بدك نحكي عن شيء؟ في انرجي وقفت قال هون بس في انرجي ايه خلص خلصت. بدك نحكي عن الريفيو يلا نبلش فيهم اكيد. طيب يلا بلش. لأنه ما بقى عندنا كثير وقت، نحن اليوم وينزداي يعني بعد عندكم ثيرزداي بس بعد عندكم بكره بس كرمال تفوتوا بالكومبيتيشن، فخلينا نحكي عنهم هلا. اوكي. فإذا مثل ما بتعرفوا نحن قلنا تو ويكس عم نحكي عن شيء كثير 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 مهم وعم نشوفه كل يوم على الطرق كتير 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 مهم، يلي هو عن الزبالة وإنه لازم نتعلم نفرز النفايات. عنا شيء اسمه ريسايكل، عنا شيء اسمه ريديوس، وعنا شيء اسمه ريوز. صح إلي؟ صح. ونحن أطلقنا كومبيتيشن بالريوز، بس قبل خلينا نحكي أكثر انتو ديتيلز عن هول الثلاث أشياء. دومينيك، الفكرة كلها ليش عم نفرز نفايات؟ لنخفف أكيد من التلوث، وهيدي طريقة لنساعد أكثر إنه هالزبالة يلي عم نشوفها على الطرقات بهالكترة تبطل موجودة. الطريقة هيني كثير وبتقدروا تعملوها أنتو بالبيت، لو الأهل ما ساعدونا كثير بنقدر نحن نبلش فيها لحالنا. اللي بدنا نعمله إنه نجيب ثلاث سلل أو ثلاث أكياس، مثل ما شايفين هلا عنا متل بيبر وبلاستيك. كل كيس نحط يا المثل لحال او البيبرز لحال او البلاستيك لحال، وهيك بنكون نحن عم نساعد الانفيرونمنت تبعنا او البيئه تبعنا لتتحسن ونتخلص من هالتلوث يلي مسيطر هالفتره كثير علينا. مزبوط. فاذا بنشيل البلاستيك بنحطهم ببن لحالها، كل شيء صحن بلاستيك، كبايه بلاستيك، طقنينه بلاستيك بنحطهم بالبلاستيك، وعنا بالبيبر بنحط كل شيء بيبر، بريون، ورق، كرتون، اني ثينج ما بقى بدنا اياه بنحطه لحاله، وبدل عنا المثل كل شيء تنك بناكلهم او تنك شربناهم او عطونا كان او اني ثينج بس صح يعني موجود فيهم الاكل. مزبوط. كل شيء تنك بنحطه بالسله التابعه للتنك، وهيك اكيد بنكون عم نساهم اكثر واكثر شخصيا يعني كل واحد لحاله بانه ينظف البيئه تبعه. فاذا دومينيك الريوز او الكومبيتيشن يلي اطلقناها بتقول انه رح انتم تعملوا ريوزنج للاشياء، يعني رح تنقوا شغله موجوده عندكم بالبيت بدكم تكبوها، ما رح تكبوها، رح تجربوا تستعملوها بطريقه ثانيه. مثلا اذا عندكم قنينه بلاستيك لنحسب، فيكم تقصوا هيدي القنينه بالنص، تحطوا فيها تراب وتعملوها بوزر يعني تزرعوا فيها. مزبوط. هيك بنكون عم نعمل افار دوبل اذا بدك، بتكون صح. احلى. واكيد في افكار ثانيه ناطرين، كل افكاركم تبعتوا لنا اياهم على فيسبوك، تويتر. شو الهاشتاج؟ الهاشتاج MS تشالنج. مزبوط. هاشتاج هي هاشتاج MS تشالنج، وانا بعرف انه كثير من اصحابنا عم يبعثوا لنا وعم يكونوا كثير كرييتيف. نحن رح ننقي اكثر صوره كرييتيف، فاذا كرمال تشتركوا لازم تعملوا شيء انتم عندكم اياه، ترجعوا تعوزوه بغير طريقه، تخترعوا شيء بغير طريقه وتبعتوا لنا اياه على هاشتاج MS تشالنج. وقبل ما نخلص كمان هيدا الموضوع بدنا نقول شيء، انه في كثير صور عم تيجينا دومينيك مش هن عاملينها، اخذينها من جوجل او شي محل، دغري عم نقدر نعرف هدول الصور وتلقائيا ما بيفوتوا بالكومبيتيشن، رح ننقي الصور بس اللي انتم عملتوهم. صح. نو تشيتينج، ممنوع تشيتينج. اول فقره رح نبلش فيها هي فقره ما عملناها امبارح وكلكم بتنطروها، السوشيال ميديا. اللي بدي ذكر اخبارك دومينيك اليوم كتار لا؟ ايه شي 3-4 ما بعرف حسب شو قد ايه معي وقت انا بحكي. اوكي. فاذا حضرت حالي مزبوط، الايباد معي، بدي اذكر كل اصحابنا بكل وسائل السوشيال ميديا تبعنا، عنا فيسبوك ميني ستوديو، عنا انستغرام @ميني ستوديو تي في شو، وعنا تويتر @ميني ستوديو كلوب. فاذا فيكم تتواصلوا معنا بحيالة طريقه بدكم اياها، تبعتوا لنا مسجز، صور، فيديوز، حتى فاني فيديوز تنفرجيهم تنين بفاني فيديوز كمان. كل تنين نحضر فيديو مهضوم وبضحك، فيكم اكيد تصوروا لنا عاملين ضارب بحدا او خيكم او اني فاني فيديو تبعتوا لنا اياه نحن نفرجيهم بالحلقه، اكيد تربحوا معنا. واي بلاي كمان اذا في شيء لعبه بتلعبوها كثير على الايباد تبعكم بعتوا لنا اياها نحن. اليوم رح نفرجي لعبه، اليوم في اي بلاي، اليوم في اي بلاي وحدا من حدا كمان بعت لنا اياها. هلا بعدين نرجع بنحكي مين بنقول مين بعت لنا اياها كمان، انا شخص كثير بحبه. هلا في شخص بده يربح بالسوشيال ميديا. اكيد بس في قبل شخص في شيء بدك تحكي عنه. انا مزبوط بدي احكي عن ليه عم بتسبق علي كثير اليوم، احكي عني شو رايك؟ لما تفضل تفضل
لا عم بمزح. اوكي كان بدي اقول انا مزبوط مع اوليه مع حق اليه اكيد ما رح انسى. بدي اذكر كل اصحابنا بمهرجانات بسوس. صح هذا اللي كنا بدك اياه 100%. مزبوط بدي اذكر مع مهرجانات بسوس نحن رح نكون بكره. دجا بكره ما هي اللي عم بقول لك اياه. اف بكره بكره على الساعه 7:30 ببسوس انا وإلي رح نكون هنيك شو بعقل. رح نشوف الفلاير بعدين خلال الحلقه. صح آه رح نكون ب 13 شهر مثل ما قال لي دومينيك ببسوس لشو عن جد اكسبسيونيل لانه كثير حلو وكثير ضخم ورح تنبسطوا فيه كثير. فاذا ناطرينكم لتطلعوا تبوردوا اول شيء لانه المنطقه فور فري. اهم شيء انه لازم كل اصحابنا المشاهدين يعرفوا انه اتس فور فري. وحتى سالونا على فيسبوك بيج انه كيف معقول يوصلوا ويطلعوا نحن عم ندل الكل لفوق. الاهل بيقدروا يلاقوا قصص بتسليهم والاولاد كمان رح يكونوا على موعد معنا مع اكيب ميني ستوديو بالشو يلي عم نحكيكم عنه بكره على الساعه 7 ببسوس. وهلا رح اقرا المسج هي من انستغرام من ماريا اسمر. هاي انا ماريا معكر وبحبكم كثير. ونحن اكيد بنحبك كثير ماريا كمان بس بعد ما شفنا الصوره على الشاشه هلا بتطلع بنشوفها كنا سوا نشوف المساج وصوره كمان بعتتها ماريا اسمر مع بالونز بتكون يمكن بعيد ميلادها بقى. يس بروبلي بعثت لنا الات ميني ستوديو تي في شو هيدي اللي دائما بنقولها انه هي الانستغرام تبعنا الاوفيشال انستا لانه في كثير فيك اكونتس دومينيك مزبوط هيدي الاوفيشال انستغرام اكونت تبعنا. ماريا اسمر هاي انا ماريا ومعكر وبحبكم كثير ونحن كمان بنحبك كثير يا ماريا وربحتي معنا كادو كثير حلو خلينا كلنا سوا نشوف شو هو. والكادو يلي ربحتي يا ماريا هو شو معقول تكون ربحية؟ بام بام كيدز موندو جالي بالي بيكسلز بيكسلز ربحت فري هير كات من عند بيكسلز. فإذا مبروك ماريا وأكيد كرمال تستلمي هديتك لازم تتصلي فينا على 03-85-86-87. وهلا دومينيك رح تاخذ نفس صغير وترتاح ونحن رح ننتقل لنلعب كلنا سوا لكي تو بي يونغ 1 مينيت قد إيه. بدي أصير معلمة وبعد الظهر بدي أغني مع كيكي بميني ستوديو. بدي أعيش ببيت معمول من البوبو والشوكولا ما بيخلصوا أبداً. بدي أجمع مصاري لأشتري بيت لكلب سنوي كمان وسيارة حقيقية للعبتي. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. فاذا اليوم اثنين من الام اس كلوب ممبرز رح يلعبوا مثل العاده لعبه الكالكول مونتال مع بنك ليبانو فرانسيز وميسي 5 تايمز 5 5 تايمز 5 25 برافو اوكي ولو بس هيك قررت اعمل هيك شيء. رح نشوف مين رح يكون سعيد الحظ ويربح 5 ماينس 5 دومينيك بدنا نحكي يربح اللاكي تو بي يونغ كارد من بنك ليبانو فرانسيز باخر هيدي الفقره. اول مشترك جو اعطيني الايباد دومينيك خلينا نبلش نلعب ونشوف مين اول مشترك معنا اليوم. الو ليا مفروض تكون صارت معنا على الهواء. الو ليا الو كيفك؟ منيحة جاهزة لاكي تو بي يونغ 1 مينيت ات بي ال اف؟ نعم. اوكي بدي اسألك سؤال قبل ما نبلش، شو بدك تعملي لما تصير كبيرة؟ ما بعرف بعد. اوكي في عندك وقت. هلا رح ننطر الكرونو ليصير قدامنا على الشاشة ونقول 3 2. ثانية إلي بس بعد ما بين كمان بعد ما طلع بين جو يلا 7 بلس 5 12 2 موان 2 0 8 بلس 2 10 اوكي 6 بلس 8 6 بلس 8 6 بلس 8 14 8 موان 5 3 كمان صح 18 موان 3 15 4 بلس 6 10 7 بلس 8 اوكي 2 بلس 4 10 3 بلس 4 7 2 بلس 10 دومينيك ما فيك تساعديها كثير 2 بلس 6 12 2 بلس 6 8 4 بلس 5 9 7 بلس 9 10 6 بلس 7 قد ايه بعد عندها وقت؟ خلص الوقت خلص الوقت ليا خلص الوقت تبعك باقي نشوف قد ايه السكور يلي قدرت تجمعي بهيدي اللعبه وجاوبت على عدد كبير من الاسئله مزبوط بعتقد يعني السكور بده يكون فوق الالف يمكن رح نشوف السكور قد ايه طلع فاذا السكور هو 1300
نقطة لليا. ليا هيدا السكور تبعي كتير منيح أكيد، بس اللعبة بعد ما خلصت في مشتركة أو مشترك تاني رح تحكي معه دومينيك هلا لنشوف أدى السكور تبعه. محمد رح تحكي أنت دومينيك. ألو هاي محمد. منيح. هاي. قلت لك هاي. هلا رح أسألك كيفك محمد؟ الحمد لله. الحمد لله. خي؟ الحمد لله. محمد قد ايه عمرك؟ عمري 10 سنين. 10 سنين، محمد عم تسمعنا من التلفزيون أو من التليفون؟ من التليفون. أوكي، جري. طيب، يال. محمد شو بتحب تصير بس تكبر؟ دكتور. دكتور، أوكي محمد، رح نشوف الكرونومتر على الشاشة. 3 2 1 Top 7 plus 4 11 7 minus 6 1 4 plus 5 9 5 plus 9 10 10 plus 2 12 3 minus 3 0 3 plus 7 اللي شفتك ما انت كمان ساعدت دومينيك 10 9 plus 4 13 3 plus 11 14 2 plus 2 برافو محمد كلهم Four. صح 5 plus 3 12 8 5 minus 4 1 8 minus 4 يلا ما بقى عندك كتير وقت 4 10 خلص, خلص الوقت تبع محمد. قد ايه السكور تبعك يا محمد؟ السكور هو 1300 نقطة و1400 بعتقد 1400 نقطة. واو عندنا تعادل لأول مرة بون منت قد بقلب في تعادل يعني أوكي. شو المفروض نعمل بهيك حالة؟ يعني emergency هون رح نقول اكيد برافو لتنيناتكم، مبروك لتنيناتكم لانه لعبتوا كثير منيح. وبدي اذكر الكل اذا حابين تشتركوا بهيدي اللعبه اتصلوا فينا على 03-85-86-87 او على فيسبوك بيج ميني ستوديو، بتبعتوا لنا اسمكم رقمكم وعمركم. ولكن يلي تنيناتهم رح يربحوا معنا اليوم الي ليا نور ومحمد إذا بدهم يستلموا الهدية اللي هي لاكي تو بيان كارد من بنك ليبانو فرانسيز بدهم يتصلوا كمان على الرقم اللي قلته قبل شوي 03-85-86-87 وهيدا الكادو يلي كلكم فيكم تربحوا إذا اشتركتوا مع ميني ستوديو وبنك ليبانو فرانسيز مرة جديدة بسابقة مشترى من قبل. مبروك لاثنين. متى أكبر بدي أصير حكيم. لا لا بدي اكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم بدي البس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عندي الطيارة لعبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي جمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالاجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسأل عن الخدمات المخصصة لهم. ميني ستوديو ميني ستوديو ميني ستوديو وميني ستوديو رجع من بعد البريك بكل الفقرات يلي متبقيه لهيدي الحلقه. دومينيك اليوم في عنا اي بلاي قلنا بدنا نحكي بدنا نبلش فيها مزبوط لعبه كثير حلوه او لا نبلش باي بلاي ما بعرف هلا منشوف منبلش اي بلاي يلا لعبه طيب. كثير حلوه وفي حدا من اصحابنا هو بعت لنا اياها اسمه مين نيكولا نيكولا هو بعت لنا هيدي اللعبه وهو خبرنا عنها هو بيلعبها دائما وقلنا انه عبيله نحن نفرجيها هون تنعرفكم انتم كمان عليها لانه قال انه لعبه كثير حلوه فاذا مرسي نيكولا على هيدي اللعبه هلا رح نفرجيها هون هي اسمها agar.com إيو أنا جربت اللعبة من بعد ما قلنا نيكولا عنها لأنه أنا ما كنت بعرف فيها لهيدي اللعبة نزلتها عندي على السيل عم نشوفها هلا الفكرة انه هيدول الدوتس او هيدول النقط الملونة ببلشوا كتير صغار وانت بتكوني وحدة منهم and you have to eat الاصغر منك وكل ما تاكلي نقاط ملونة كل ما تكبر النقطة تبعك لتصير كبيرة بتضل تكبر وتكبر والحلو دومينيك انه عم تلعبي مع غير اشخاص حول العالم يعني مثل ما انا قاعد هلا هون في يمكن شخص بامريكا قاعد عنده وحدة وعم نلعب ضد بعض
عرفتي كيف؟ nice. شفتي كيف؟ وانت بتنقي اسمها، بتنقي اللون تبعها للنقطة، وكل ما تكبر بيصير فيك تعطيها ديزاينز أكتر. وبتنزل على أبل وعلى أندرويد؟ يا yeah, على أبل وعلى أندرويد و it's for free. It's for free. هذا كان بدي أسألك إياه. It's for free. For free. Yes. agar.io الحلو فيها إنه العالم عم تحبها كتير دومينيك، لأنه بس فتت أنا عم شوف الريفيوز يعني تعليقات العالم على هيدا اللعبة كانت كتير إيجابية، وكلهم قالوا إنه حبوها ومبسوطين فيها. هيدا الاسم هلأ بيّن agar.io وأنت بتسمي الدوت تبعك أوكي، يعني هيدا النقطة يلي شايفينها أنت بتسميها، شايف الاسم كيف طالع بالنص وي. جونستاون مثلاً هو مسميها جونستاون. أوكي نايس. فإذا بدنا نقول له ميرسي لنيكولا أكيد إنه بعت لنا هيدي اللعبة، وإن شاء الله أنتم كمان تكونوا حبيتوها، وإذا أنتم عندكم لعبة كمان على بالكم إنه إحنا نفرجيها مثل ما عمل نيكولا أكيد فيكم تبعتوا لنا عليها على فيسبوك بيج تبعنا باي مسج، تبعتوا لنا إياها ونحن ساعتها هون بنرجع بنفرجيها بالحلقة. لأنه ميني ستوديو هو برنامجكم الكون، فيكم تبعتوا شو ما كان صوركم، أخباركم، شو عم تعملوا، خبرية أو نكتة بدكم نقولها على الهواء، كل شيء بخصكم تقدروا تبعتوه اللي خبرنا شي لا دومينيك مش عايز على راسي انك، بس بركي بكره بنعمل فقره بنحكي فيها كل مره نكتب نشوف اذا بنضحك ولا لا. اوكي فكرة. نعملها بكره اذا انتم عم بتقولوا لي كمان ابعثوا لنا على فيسبوك بيج تبع ميسيجو اذا عم بكون نكت هون على الهواء. هلا صار وقت نقول لحدا هابي بيرثدي مع جوي كلاب. لعبة اليوم كتير حلوة. يلا بعطيها بس كيف بدك توقف؟ بعطيها لعند دومينيك. يلا يلا بس قرب قرب لعندي، رجع الكيوب يال. شوي رجع الكيوب وكبيها بس ما بدنا نقوي اوكي؟ هديك المرة جو. لا هلا هلا هي بترجع ما بترجع بتعمل باوند عليها. يلا ما هيدا الحلو فيها إلي إنه بتعرفي بشو بتذكرني هيدا اللعبة؟ بالهوكي، بالإير هوكي مظبوط اللي بنلعبها بالسنتريت بيكون في وحدة بتطلع هوا ونحن بنكون عم نلعب. الحلو دومينيك خلينا نشرح عنها شوي لهيدا اللعبة، إنه الهوا عم بيطلع من هون، ما بعرف إذا قادرين تشوفوا هيدا البارتي هون البيضة، هاي البارتي هون هي اللي عم بتطلع الهوا، بس تحطوها على الارض اذا شبقت من حيلا محل بالحيط او بالكنبايه ما بتجوي ولا شيء لانه محميه بزون خصوصي من هيدا الميله. فاذا اتس سيف اتس فان اتس ميد اوف انه من برا رابر كاوتشو فلينه فلينه اوكي فما بتجوي وما بتنكسر وما بيصير لها شيء وبتعمل انه اتس باونس بتزحط لحالها على الارض من ورا الهواء يلي عم ينبعث من هون. فاذا هيدي اللعبه بتلاقوها بكل فروع جوي كلوب، اذا حبيتوها بتروحوا بتسالوا عنها اكيد. وهلا دومينيك حدا عيد ميلاده اليوم رح يربح لعبه مش الاير باور، شيء ثاني رح نشوف. ايه اكيد مش الاير باور لان هلا معنا بنوت على الهواء عيد ميلاده، فهيدي اللعبه شوي اكثر خارج شباب. ماريلين رح تربح اكيد معنا غير كادو بس اكيد كمان تقديم جوي كلوب. بس نشوف شو رح تكون رياكسيون تبعها على وسنة يلا بردي. الو دو تروا. الو 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 هاي ماريلين الو الو هاي هاي كيفك ماريلين؟ هاي ماريلين استحت كثير ماريلين. ماريلين يوم عيد ميلادك بدي اسالك سؤال، انا قد ايه بيصير عمرك اليوم؟ ايه قد ايه بيصير عمرك؟ خمسة ستة سبعة ماما كسر قول بابا قد ايه؟ سبع سنين بدنا نقول لها عقبال المية أكيد لماريلين. في حدا بدك تقولي له هاي؟ بدك تقولي هاي لحدا؟ مامي بابي بابي بدك تقولي هاي لبابي؟ هاي لبابي تبع ماريلين. هاي بابي هاي كثير كبيرة لبابي تبع ماريلين وأكيد ماريلين لأنه عيد ميلادك اليوم جوي كلوب رح يقدم لك كادو رح نشوفه كلنا سوا قدامنا. كادو تبعك يا ماريلين هو دولتشي بارتي. واو جيلي ميكر هيدا الي صح
تقدر هي تعملون لحالها. صح تعملون هي لحالها بالبيت. فإذا it's a very nice gift أكيد مبروك وفيك تستلمي هديدك بالحياة لفرع لا جوا كلاب. فإذا مبروك أجان وكرمال تستلمي الهدية لازم تتجهي على حي لفرع لا جوا كلاب. مبروك ماريلين وهابي بيرثدي. حلقة ميني ستوديو لليوم خلصت بس اكيد بكره رح نرجع نشوفكم. لا اللي ما بدي بلا دومينيك مش مثل ما بدك. بلا لا 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 بدي بعد دومينيك وعد انه بكره رح تطلع انت وفيكي كي كمان بكره بالحلقه انطروها. صار لزمان كيكي ما اشتغل على ميني. اقولك بكره بتجيب لنا بوك ما عاد خبرنا شيء جديد. اكيد جاي مع شيء سبيسيال بكره لانه طولت الغلبة. ليتس هوب. اوكي فاز انطروا كيكي ودومينيك بكره بحلقه جديده من ميني ستوديو لايف على الام تي في على الساعه 4. تشاو باي باي. Mini Studio.